Et c'est là où j'ai vu des jeunes, j'ai vu de la délinquance, j'ai vu des jeunes, et pour dire une anecdote, c'est Bradab, la Bishabeb régulière. Mais également, avec ses perspectives d'intérêt, occupe le poste de président du conseil de la ville de Casse. الحمد لله الاستحقاقات اللي جايه للدار البيضاء استحقاقات كبيره. اوراش مهمه كتصب في البيئه. اولا 70% ديال الاوراج غاده تكون في المحافظه على البيئه، وراك شفتوها، يعني لا ديشارج لوزين فالوريزاسيون، سياده في المساحات الخضراء، محطات ديال اعاده تدوير المياه العادمه، معظم المشاريع مهيكله لمدينه الدار البيضاء. ان شاء الله غتشوف الوجود في السنوات المقبله ان شاء الله. تخامر الحمد لله غادي تقريبا في 95% نهاية الأشغال. دابا راني غادا ليه دايوغ باش نحضرو، غيتم الافتتاح ديالو في غضون الأشهر المقبلة إن شاء الله من يجيونا لي غام، لأن الانفراستركتور تقريبا سالات. الدار البيضاء غتكون من المدن إن شاء الله اللي غادي يكون داخلها المباريات، وبالتالي خصنا نكونوا في أوج الاستعداد لهذه التدورة العالمية إن شاء الله.